السلام ورحمة الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسة بدمنهور مع كابتن أبو نور منورين يا جماعة، كل سنة وأنتم طيبين. تحياتي لكم جدا، تحياتي لكل الناس اللي بتتابعنا من بره مصر ومن محافظات مصر من أي مكان، تحياتي لكم جدا. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن كلاب معينة، بس يا ريت قبل ما نتكلم ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك للقناة بتاعتنا، وما تنساش تعمل متابعة، ودايما بنحط لك الرابط بتاع بلوجر في المدونة بتاعتنا، بنحطه في الوصف تحت الفيديو. النهاردة معانا ضيفة جديدة يا جماعة، الضيفة ديت منورانا النهاردة، هي مالي، كلبة من الكلاب الجميلة جدا، من الكلاب اللي شكلها يعني محبوب جدا في وسط الكلاب، من الكلاب اللي يعني في ناس بتحب التصنيف ده بالذات. كلبة دي بتاعت شخص محترم علينا، يعني شخص عزيز علينا جدا، شخص محترم جدا. مالي على فكرة هي من كلاب الألاسكا، لو أكيد كلكم شفتوا في التلفزيون الكلاب اللي هي بتجر العربيات اللي هي بتاعت التلج اللي في روسيا والحاجات ديت، هي من نفس الفصيلة دي، مش الهاسكي. طبعا الهاسكي يا جماعة زي ما احنا عارفين، مالي زي ما احنا عارفين ان الهاسكي طبعا فيه انواع كتير، تمام، في الهاسكي السيبيري وفي الهاسكي وفي الهاسكي تاني وفي انواع كتير يعني، تمام. ديت من نوع اللي هي الالاسكا اللي هي اسمه ملقب بالمالي موت، تمام. دي كلاب جميله جدا، كلاب من تصنيف يعني العالمي بتاعها من البلد الدينه بتاعتها اللي هي مطلعه النوع ده، اللي هي زي غرب الاسكا مثلا او حاجه زي كده، تمام. طبعا دي كلاب جميله جدا، من المواصفات الحنينه والهاديه والحاجات ديت، والكلاب ديت اغلبيه الناس ساعات بتستعملها في الصيد كمان، الكلاب دي فاهمانه في الصيد جدا يا جماعه، لان هم من محبين الحاجه اللي بتتحرك قدام عينيهم، من محبين اي حاجه عايزين يمسكوها، عايزين يجروا وراها يمسكوها والكلام ده كله. طبعا هي الكلاب ديت في بره بيستعملوها في جر العربات اللي هي بتاعت التلج والحاجات ديت. فطبعا مالي جاي عندنا النهارده تاخد كورس بتاعها، زائد حاجات بنزودها لها زياده كده في شغلها، لان طبعا ديت حاجات معينه عن الجيرمان والحاجات ديت، بتاخد الكورس بتاعها باذن الله، ربنا يبارك لصاحبها فيها، ويا رب تدريبنا يعجبه. طبعا كده عرفناكم على مالي، وباذن الله اليومين اللي جايين دولت، طبعا هي مش فاهمه يعني من ناحيه الفهم والطاعه، هي مش فاهمه حاجه خالص، هتاخد الكورس بتاعها انجلش باذن الله، ويا رب باذن الله تعجبكم بعد كده في التدريبات بتاعتها لما ننزلها في الفيديوهات عندنا على القناه، يا رب تعجبكم، وباذن الله هتبقى تمام التمام. انا شايف ان هي كلبه مستقبلها كويس في الطاعه، هي لسه سنها صغير في حدود 7 شهور 8 شهور، طبعا بعد كده هتبقى تمام التمام وهتتظبط وتاخد الكورس بتاعها، لان هو صاحبها كمان هيستعملها في الصيد والحاجات ديت، فاحنا هنأهلها له الكلام ده باذن الله، وهتشتغل معاه 100% في الصيد وفي الحاجات دي، لان الكلبه عندها انتباه لاي حركه من بعيد على مسافات، دماغها شغاله كويس، بتفهم كويس، بس هي محتاجه كورس الطاعه والثبات والحاجات دي كلها. يا رب تعجبه باذن الله. الراجل ده على فكره شخصيه محترمه جدا، واحنا نتمنى ان احنا يعني ثقته فينا ديت، لازم ان احنا نرد له الثقه ديت، ولازم نخلي ثقته فينا دي بجد. تحياتي لكم جدا. كده عرفناكم على مالي يا جماعه، وعرفناكم عن النوعيه بتاعتها، كل سنه وانتم طيبين. اتمنى متابعتكم دايما، اتمنى ان انتم تشتركوا معانا، اتمنى ان انتم تفعلوا الجرس علشان لو في اي فيديوهات جديده بننزلها تتابعوها. تحياتي لكم، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.